السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي صبيحة اليوم الأحد اللاعب السابق في صفوف فريق جبهة التحرير الوطني سعيد عمارة عن عمر يناهز 87 سنة بولاية سعيدة. وأفادت الصفحة الرسمية لمولودية سعيدة في فيسبوك أن ولاية سعيدة والجزائر عامة فقدت هذه الصبيحة الشيخ الرمز سعيد عمارة عن عمر يناهز 87 عاما بعد مسيرة حافلة من العطاء في مجالي الرياضة والتسيير. المجاهد سعيد عمارة لاعب سابق في صفوف فريق جبهة التحرير الوطني من الأوائل الملتحقين بهذا المنتخب دفاعا عن القضية الوطنية، وساهم رفقة ثلة من الأبطال في تدوين القضية الوطنية ورفع الراية الجزائرية عبر أقطار العالم، ثم كانت له مسيرة احترافية كلاعب في صفوف العديد من الأندية الفرنسية مثل بيزي وبوردو، إضافة إلى بعض الأندية الوطنية على رأسها مولودية سعيدة التي توج معها كلاعب ومدرب بكأس الجزائر. المرحوم تقلد العديد من المناصب أبرزها رئيس للاتحادية الجزائرية ومديرا للشباب والرياضة ورئيسا للرابطة الجهوية لكرة القدم بسعيدة، ودرب أندية مولودية وهران وشبيبة تيارت وغالي معسكر الذي توج معه بالبطولة الوطنية سنة 1984 فضلا عن إشرافه على فريق بنغازي الليبي رحمه الله رحمة واسعة وصبر الله أهله.